إيهاب الخطيب الناقد الرياضي، برحب بحضرتك يا أستاذ إيهاب. مشاهدينك الكرام، أهلا بيك أستاذ إيهاب. هبدأ معاك بتنظيمنا لكأس الأمم الإفريقية، ويعني المطلوب مننا في الستة أشهر. ويمكن احنا عملنا جزء كبير قوي من المطلوب مننا في 6 شهور اللي جايه، والدليل ان الملف المحترم اللي اتقدم للاتحاد الافريقي نتج عنه ان احنا الحمد لله نحصد على 16 صوت مقابل صوت واحد لجنوب افريقيا، وده رقم يعني ضخم جدا في الوقت اللي فيه المنافس بتاعنا ايوه جنوب افريقيا نظمت كاس العالم 2010، يعني عندها كل الوسائل المتاحه، وما ننساش اللي احنا خدنا في 2010 صفر المونديال، ما خدناش ولا صوت في التصويت امامها في كاس العالم، وبالتالي لما بهذا التحدي في هذا التوقيت وناخد 16 صوت مقابل صوت وحيد، اعتقد انها انجاز كبير جدا 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 للكره المصريه. واعتقد ان نص سؤالك في الملف اللي اتقدم، ملف محترم بعدد ملاعب محترم، طبعا البطوله الافريقيه تبقى 24 فريق المره دي، كويس الوقت جدا. قصير جدا، ومع ذلك في الملف المصري خطاب اسمه خطاب ضمان او الخطاب الحكومي. هذا الخطاب هو كلمه السر، الحكومه المصريه متعهده بكل شيء سواء كان التأمين أو الدولة التنظيم بشكل بنفسها دائم. يعني بتشرف طبعا على طبعا الملف وعلى هذه البطولة. طيب طبعا، اتفضلي. ايه اللي مطلوب بقى مننا؟ حضرتك بتقول عملنا يعني خطوات كتيرة جدا، اخذنا مسافة كبيرة في الطريق اللي مطلوب، بس متبقي اكيد كترتيب واستعداد ايضا يعني خطوات بتتوازى مع ما سبق. طبعا متبقي الخطوات، طبعا اكيد، وخطوات مهمة جدا. الخطوات دي بتكمن في الاستعدادات للاستضافه، استعدادات الاضافه اللي هي في وفد هيكون موجود من قبل الاتحاد الافريقي هيبص على الملاعب البصه الاخيره، لان الوفد ده جه برضه وشاف، ولكن طلب بعض الطلبات هتكون ان شاء الله متوفره في الفتره الجايه. في تضافر كبير جدا بين مؤسسات الدوله الكبيره لانهاء بعض الاجراءات في بعض الملاعب في الفتره الجايه. استاد القاهره، وانا بقول لحضرتك اهو، استاد القاهره اللي هو يعني بيتزين الان وهيتم افتتاحه ان شاء الله في شهر مارس، وهو اللي هيستضيف البطوله، اللي الافتتاح والختام هيكونوا عليه ان شاء الله باحدث الطرق واحدث الاليات واحدث الارضيات الحديثه اللي بتعمل في استاد القاهره. الحمد لله ان شاء الله البنيه الاساسيه اللي عندنا بنيه محترمه جدا، والوقت الباقي والجمهور يا فندم. هجاي لك فيه، والوقت الباقي وان كان قليل طبعا يعني شغل على قدم وساق. بالنسبه لقصه الجمهور، اي بطوله كبيره بيكون فيها طبعا دخول الجماهير، الخطاب اللي انا قلت لحضرتك عليه في تعهد بدخول وامانه الجماهير، وبالتالي الملاعب المصريه هتمتلئ بالجماهير. وانا بقول لحضرتك ان الامن المصري والتنظيم المصري يقدروا ينظموا مباراه بجماهير، والدليل المباراه الافريقيه اللي اتلعب في مصر ومباراه المنتخب المصري، وشفنا قبل ايه قد ايه مباراه الكونغو كانت يعني 80,000 متفرج في برج العرب، فالتنظيم ما عندناش فيه مشكله، الاليات الجديده هتبتدي تشتغل، وكذلك احنا اصلا شغالين بنظام حجز التذاكر الالكتروني اللي بقى موجود في العالم كله، ده خلاص بقى حتى في ماتشات الدوري، وبالتالي احنا ما عندناش مشاكل خالص الفتره الجايه، بس الجمهور نفسه. ايوه يعني الصوره الجميله بتاعت 2006 اللي كنا بنشوفها وفرحانين بيها دي هتتكرر تاني، التليفونات كلها شغاله والناس بتتكلم النهارده هنشوف المباريات ازاي، هنعمل القصه دي ازاي، وبالتالي ان شاء الله الجمهور المصري هو اكبر عوامل نجاح هذه البطوله الكبيره. ان شاء الله. محمد صلاح توقعاتك ليه ايه؟ ان شاء الله في خلال اللحظات اللي جايه ان شاء الله نحتفل بتتويجه للعام الثاني على التوالي، افضل لاعب في افريقيا بيتنافس مع اوباميانج وساديو ماني، وارقام محمد صلاح في الفتره اللي بيتم فيها التقييم من شهر 2 لغايه شهر 11 2018 هو الافضل بالارقام، وبالتالي ان شاء الله ربنا يوفقه. كمان التصويت اللي هيكون من 54 دوله، مديرين الفنيين للمنتخبات الافريقيه وكباتن الفرق، ان شاء الله هتكون في صالح محمد صلاح، لان محمد صلاح يستحق ان يظل جالسا على عرش افضل لاعب افريقي، وان شاء الله بعد قليل هنحتفل سوا ونبارك لمحمد صلاح افضل لاعب افريقي الموسم الثاني على التوالي.